مرحبا بالجميع في هذا الشرح، حيث سنتكلم عن جهاز الاكس 96 ميني وكيفية تحويل هذا الاندرويد بوكس الى خادم يشتغل على نظام لينكس يمكن استغلاله في لبرمجة التطبيقات او خادم محلي. فهذا هو بوكس الاكس 96 ميني. يتوفر على منفذ للكارت ميموار USB و HDMI. في هذا الشرح تبحثون عن ام لوجيك ارمبيان، تبحثون عن نسخة الارمبيان لهذا الجهاز، فهي موجودة على الانترنت. بعد تحميل هذه النسخة نقوم بحرق هذه النسخة إلى الميموري كارت. ندخل على الترمينال، نقوم بDD، نقوم ب دي ارمبيان اوف، مثلا فنضع كارت ميموار، نضع الديفايس الخاص بالكارت ميموار مثلا SDA او SDP او SDC او MMC بلوك 0، ونضع status progress. هذا اذا كنتم على نظام لينكس. اذا كنتم في نظام الاشتغال ويندوز تبحثون عن غوفيس لحرق لحرق هذه الايماج الى الميموري كارت. بعد ذلك تضعون الكارت ميموار على منفذ التأف كارت ونضغط داخل نضغط داخل منفذ الأوديو بسلك ونحافظ على الضغط لمدة 15 ثانية، ونقوم بنزع سلك التغذية والانتظار ل10 ثواني. وبهذه الطريقة يستطيع الجهاز الآن الإقلاع من التأف كارت عوض الـ OMMC المدموجة على البطاقة. فهو من الداخل فهو شبيه بهذا. هذا هو معالج ام لوجيك والرام، بطاقة الواي فاي والفلاش. كما قلت لكم فهو يحتوي على زر الضغط خلف منفذ الأوديو. الصور كبيرة نسبيا كما تلاحظون هنا. فهذا هو الزر الذي يجب عليكم الضغط عليه مدة 15 ثانية مع الحفاظ على التغذية، ومن ثم نزع التغذية والمحافظة على الضغط لمدة 15 ثانية لكي يتم تمرير الإقلاع إلى التأف كارت عوض الفلاش. ومن ثم تستطيعون إقلاع صورة الأرمبيان على هذا البوكس. تستطيعون أيضا تجربة ليبغ، مشروع ليبغ إليك
فهو أيضا يشتغل على الجهاز. وهذه الطريقة فهي غير مضرة للجهاز، ففي أي لحظة تستطيعون إعادة العملية والإقلاع من الفلاش عوض الميموري كارت بإعادة هذه العملية، أي الضغط على هذا الزر مدة 15 ثانية ونزع سلك التغذية والحفاظ على الضغط ل10 ثواني أخرى. الآن سندخل على هذا الجهاز باستخدام الـ SSH. كما تلاحظون فقمنا الآن بتغيير هذا الجهاز من جهاز يحتوي على نظام الأندرويد يقلع من الفلاش إلى خادم لينكس يقلع من تأف كارت. كما تلاحظون فهو نظام لينكس ARM 64 بيت. استخدم SD كارد بسعة 32 جيجا. كما تلاحظون ف MMC بلوك 0، بارتيشن 2، فهي الروت. نمر على الروت. قمت بتنصيب بعض الأدوات، مثلا لغة إليكسير ولغة جو وفضاء نوت جي اس و او تي بي. مثلا نوت جي اس، وتلاحظون فالمعالج فهو رباعي النواة، فهو كواد كور كما يظهر لنا الأشطر. نستطيع مثلا تنصيب قاعدة بيانات ماريا دي بي سيرفر، إذا أردتم ذلك تستطيعون تنصيب قاعدة بيانات واستخدام هذا الحاسوب الصغير كخادم مدمج. أيضا قمت بتنصيب PHP، ويمكن استخدامه لتطوير تطبيقات الويب. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح الخاص بتحويل بوكس أندرويد إلى خادم لينكس يشتغل على نظام أوبونتو، وشكرا.